انطلاق موافقة أعزاء الجمهور والحضور الكريم 14 من الجيادة العربية الأصيلة 65 وأقل الوصف الصدارة مع زعيم السكب بفارق الطول عن الجواد كحيل العين في الترتيب الثالث الشعار الأصفر باريزا تخطف الصدارة ومحاولات لأشوس من أمام المنصة الرئيسية صدارة ثنائية وتحركات في الترتيب الثالث لنايفا اي جي اس مربط الجريان وشيت بان ميزور ينجح بخطف الصدارة في الترتيب الرابع الجواد رقم 8 هبة علي سعيد النعيمي وعبد الله فيصل المنعطف الأول ونقطة 1200 متر بفارق الأربعة أطوال اي جي اس نايفا الوصفة باريزة المهندس حسن عبد الملك الترتيب الثالث أشوث الترتيب الرابع للسداء إنجاز أندروم دي فوست وجروم موتا من الجهة الداخلية إعازات وتحركات للجواد رقم 9 الخنساء الشق بريسينج والقطري فالح بوغنيم إلى نقطة 1000 متر الصدارة رباعية من الجهة الداخلية النايفة من الجهة الوسطى نشاهد الجواد أشوس من الجهة الخارجية أندرون دي فوس والجواد رقم 8 هبة في وضع اليد وبشكل جميل علي سعيد النعيمي وعبد الله فيصل تعطى الإعازات هذلول في محاولة للتحرك ولكن هبة هي التي في وضع اليد ولا تزال لم تعطى الإعاز 400 متر على خط النهاية وتحركات لهبة علي سعيد النعيمي ومحاولة تحركات للجحفل والقادم الخنساء والجحفل من الجهة الداخلية سعيد إبراهيم سعيد المالكي والسفيان سعدي ولكن هبة في محاولة والقادم الخنساء ولكن جحفل جعفر سعيد إبراهيم سعيد المالكي والسفيان سعدي الوصافة مع هبة الترتيب الثالث مع الجواد الخنساء أو الخنساء في الترتيب الثاني والترتيب الثالث هبة مبروك. And the official results for the first race of the day. The winner, horse number 10, Jafal, Amosa Said Ibrahim, Said Al Malki, trained by Hadi Ramzani, ridden by Sofian Sadi. Second horse number 1, Afghani, owned and trained by Said Muhammad Shafi Al Shafi, ridden by Alberto Sana. Third horse number 8, Hiba, Amosa Ali Said Ali Al Naimi, trained by Muhammad Al Ghazali, ridden by Abdullah Faisal. Fourth horse number 12, Esther de Soleil, owned by the Injust Stud. Trained by Julian Smart, ridden by Thomas Lukasik. And in fifth place, horse number 11, Hathlul, Miriam Mohamed Al-Jabir, trained by Khalifa Hamad Al-Sawai, ridden by Parkash Akadi.